نبينا عليه منا أطيب السلام، أطيب السلام. حديثه يا أصدقاء أطيب الكلام، أطيب الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. صدق رسول الله.